أحسن الله إليكم. يقول في سؤال الثاني: رجل يقرأ القرآن ومع ذلك يستمع الأغاني وهو محافظ على الواجبات، فما حكم ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. قراءته للقرآن طاعة وقربة إلى الله سبحانه مع النية الصالحة، وسماعه للأغاني معصية يعاقب عليها، فهذا جمع بين طاعة ومعصية، فعليه أن يتوب إلى الله من المعصية وأن يتجنب استماع الأغاني، لأن الحسنات إذا خالطتها سيئات وكثرت السيئات فقد تبطل ثوابه، إذا رجحت سيئاته يبطل ثوابه، الأمر خطير جدا، عليه أن يتوب من السيئات ويواصل ما عنده من الأعمال الصالحة. نعم. أثابكم الله. يقول في سؤاله قبل الأخير: ولأن هذا من العمل بالقرآن، الإنسان الذي يقرأ القرآن يأمره بكل خير وينهاه عن كل شر، فإذا ترك واجبا أو فعل محرما فقد خالف القرآن. نعم. هل يدخل بذلك فيما ورد أنه رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه؟ نعم، إذا كان لا يعمل بما في القرآن فإنه يكون حجة عليه يوم القيامة. نعم.